نمشي معاك لاخر سؤال. بربي هل صحيح فما كل اللي يخزنوا المواد الفلاحيه رفضوا بعدك الخوف اللي ينتابهم من محتكر ما محتكر؟ ولا وش صار في البطاطا؟ وهذاك اللي صار في البطاطا اي وهذاك اللي اي بتبيع مو هذاك اللي صار في البطاطا. البطاطا علاش اليوم فيها مشكل؟ لانه البطاطا وقت اللي المخازن ما قبلتش باش تخزنها الفلاحه بطريقه معناها سامحني معناها بطريقه تقليديه خزن تحت الجر وغطى بالتبن ومن بعد وزادت السخانه في بالكم كيفاش اليوم والناس الكل نعانيو في هذا طوالت المده معناها وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر. دونك البارتي كبيره منها ضاعت فزت معنا. فزت بتبيع لانه التقليدي ماهوش كيما باش والمخازن خافوا من كل الحمله اللي صارت وقالوا مو ضاربه لا بتبيع اللي هذا خاف على روحه وهي مخازن تكري فيهم الدوله يا لطفي. الدوله هي اللي تكريهم وهي اللي تشجعهم باش يخزنوا هالمواد هذه باش نلقاوهم والدوله شجعتهم هما باش يعملوا المخازن هي الدوله شجعتهم حتى على مستوى الاسم. لكن الناس خايفه.